بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في المحاضرة الثانية لنا في 5.4 Uniform Continuity MAT311 Real Analysis. كنا وقفنا عند المثال example اللي هو 5-4-6 5-4-6 البارت ايه؟ عندي function f of x بتساوي x square خلاص؟ عايزين نبين ان الفانكشن ديت عبارة عن ليبشيتس function on the interval 0 و b يعني ممكن تكون 0 1 0 2 بحيث ان ال b اكبر من الصفر اوكي عايزين نسبة الكلام ده تعال نشوف مع بعض ازاي هنثبتها يعني هيقول لي show that ان ال f of x بتساوي x square ماشي معرفة على الفترة 0 و b يعني ممكن تبقى مثلا 0 و 2 لان ال b اكبر من الزيرو ممكن تبقى 0 1 0 3 وهكذا تكون ليبشيتس فانكشن على هذه الايه الفتره طيب تعال نشوف هناخده طبعا في التعريف بتاعنا بنجيب f of x ناقص f of u او f of x ناقص f of c او f of x1 ناقص f of x2 طيب f of x x سكوير هتبقى x سكوير f of u تبقى u سكوير طب دول عباره عن ايه difference between two squares هتبقى x plus u في x minus u او x plus u في x minus u حلوه طب واحنا واخدين اصلا الx واليو فين؟ الاكس واليو واخدينها فين اصلا؟ في الفترة دي اهي الاكس واليو ادي الاكس في الفترة 0 و بي هنا الاكس وهنا مين؟ هنا الاكس وهنا اليو يبقى اي واحدة من دول اقل من البي صح؟ اقل اي يعني الاكس اقل من البي واليو اقل من البي فلو شلت كل واحدة فيهم وحطيت بي يبقى ده اقل مني يبقى هشيل اكس وهشيل اليو وهنا احط بي وهنا بي يبقى هذا الجزء 100% اقل من 2 بي لان شلت الاكس وحطيت بي وشلت اليو حطيت بي لان كل منهم اقل من البي لان الفتره من 0 الى بي يبقى الاكس اقل من البي واليو اقل من بي يبقى هذا المقدار لا يتعدى ابدا 2 بي طيب يبقى معنى كده ان هذا المقدار اقل من 2 بي في الاكس ناقص يو الكلام ده بيحصل لكل مين طيب حلو قوي لو انا خدت ديت كي اللي هي 2 بي لو اخدتها بكي يبقى اقدر اقول ان اف اوف اكس ناقص اف اوف يو اهي اقل من يبقى هاخد الكي ب 2 بي يبقى اقل من الكي اهي في الاكس ناقص يو وهو ده تعريف مين؟ هو ده تعريف الليبشيتس ايه؟ فانكشن اذا وجد عدد كي بحيث ان اف اوف اكس ناقص اف اوف يو اقل من كي في الاكس ناقص يو لكل مين؟ ده الكلام ده لكل اكس ويو تنتمي للفترة، الفترة هي 0 و بي يبقى هي ليبشيتس فانكشن اون ذيس ايه؟ انترفال. طيب هنخش بقى في الجزء بي. الجزء بي بيتكلم على حاجة جميلة قوي. احنا خدنا النظرية قبل كده صح؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لنا ايه؟ Not every uniformly continuous function is ليبشيتس فانكشن. ليه؟ لأن احنا خدنا النظرية بتقول لك لو الاف كانت ليبشيتس فانكشن على انترفال بتبقى الاف uniformly continuous. خلاص فالسؤال بقى نفسه طب لو هي يونيفورملي كونتينوس هل تبقى ليبشيتس؟ شوفوا السؤال اللي بيطرح نفسه هل لو هي في الحاله دي ماشي لو هي في الحاله دي كانت ليبشيتس هتبقى يونيفورملي طب العكس هل العكس صحيح؟ يعني هو ده اللي عايزين نشوفه دي النظريه خدناها قبل كده لو هي لو الفانكشن الاف ليبشيتس فانكشن على الانترفال يبقى هي يونيفورملي كونتينوس طب هل بقى لو هي يونيفورملي كونتينوس تبقى ليبشيتس؟ لا هنبين ان مش كل يونيفورملي كونتينوس بيكون ليبشيتس اهو مثال بي هدف يعني الهدف من المثال نفسه عايز يجيب لك فانكشن تكون يونيفورملي كونتينوس ونوت ليبشيتس فانكشن تعال نشوف يلا او بيقول لي العنوان بتاع الاكزامبل بيقول لي نوت اف uniformly continuous function is Lipschitz function. طب تعال ناخد مثال. f او g of x gather x وعلى closed bounded interval 0 و 2 ممكن 0 و 2 0 1 0 3 ما يخوفكش عادي احنا خلاص قلنا 0 و b والمهم انها ايه closed وbounded. طيب الفانكشن g اصلا continuous على معروف خدناها انها دي فانكشن كونتينوس لانها ايه؟ على الفتره 0 مين؟
على فتره 0 و2 دي ايه مثال بسيط قوي ومعروف خدناه قبل كده ان الجي في محاضرات قبل كده ان الجي كونتينوس على الكلوزد انترفال دي. طب كويس قوي. وخدنا نظريه قبل كده بتقول ايه لو الفانكشن كونتينوس على كلوزد انترفال تبقى يونيفورملي كونتينوس. شوفوا ماشيين سنه سنه. تاني احنا بنقول الفانكشن جي كونتينوس كونتينوس على مين؟ على كلوزد وباوندد انترفال تبقى يونيفورملي كونتينوس. يبقى اذا الجي يونيفورملي كونتينوس على نفس الفتره. طيب حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي قدام ايه؟ قدام فانكشن يونيفورملي كونتينوس على كلوزد انترفال. حلو. يبقى انت معاك جي اهي. يبقى الجي از uniformly continuous on 0 و2. حلو. انا عايز بقى اثبت انها نوت ليبشيتس. طب شفت بقى؟ اهو عايز اثبت ان فانكشن uniformly continuous بس نوت او لا تؤدي انها ليبشيتس. طب تعالى نشوف هنثبتها ازاي. هفترض انها ليبشيتس وهثبت الاختيارات. هفرض انها ليبشيتس. هقول اسيوم ذات اهو اسيوم ذات ان جي is Lipschitz function على 0 و2 يبقى بيوجد عدد k اكبر من الزيرو بحيث ان اي نقطتين x و c x و u جوه الفتره ديت الكلوزد والباوند هذا المقدار اقل من او يساوي كيف ده. حلو. طب مين هي f of x؟ جذر x. طب مين f of u؟ جذر u. يبقى كل ده اقل من ده في ده. طب حلو جدا. x ناقص u هي x جذر x زائد جذر u في جذر x ناقص جذر u فرق بين مربعين. x ما على دوت ده هيروح مع ده. بقى هنا في واحد وهنا في ال k والمودلس ده x مع المودلس ده يبقى دوت على ده اقل من ال k. حلو. بس ال x وال u دول فين؟ في ال 0 و2. طب دول لما يقربوا من ال 0 دول لما يقربوا من ال 0 المقدار ده يكبر كبرا لا نهائيا هيعدي ال k. يبقى استحاله الاقي كده لان ده بيكبر كبرا لا نهائيا. كل ما قربت الاكس واليو من الزيرو انت عندك من زيرو لاتنين كل ما قربوا من الزيرو بيكبر المقدار دوت اللي هو واحد على اقل بايه؟ كبرا لا نهائيا. يبقى استحاله ان هذا المقدار هيبقى اقل من كده لان كده عدد فاينايت لكن ده هيروح لما لا نهايه. يبقى كونتراديكشن لما الاكس واليو تروح للزيرو هذا المقدار هيكبر كبرا لا نهائيا. هيروح هيقول الى ما لا نهايه. طب لما هيقول الى ما لا نهايه هيبقى ده معناه ايه؟ معناه انه استحاله يبقى ايه؟ اقل من الكيت. يبقى ده غلط. كونتراديكشن. عندنا كذا ملاحظه بقى مع بعض نلخصهم مع بعض. لو عندي فانكشن اف يونيفورملي كونتينوس تبقى هي كونتينوس عند كل نقطه. خلي بالك. تمام. لو الفانكشن يونيفورملي كونتينوس على الدومين بتاعها خلاص ده يؤدي انها كونتينوس ات افري بوينت كونتينوس ات ايتش بوينت خلاص في الدومين. طب حلو قوي. طيب لو هي كونتينوس عند كل نقطه مش شرط تكون يونيفورملي كونتينوس زي واحد على اكس لو خدنا واحد على اكس فعلى الفتره 0 1 او على الفتره 0 ما لا نهايه برضه ايه؟ نوت ايه؟ نوت دي نوت يونيفورملي كونتينوس. خلاص؟ تمام؟ على الرغم انها كونتينوس عند كل نقطة لكن نوت يونيفورملي كونتينوس. طيب نلخص اللي احنا قلناه أيضا. لو الفانكشن كانت كونتينوس على كلوزد باوندد انترفال A و B، A و B يعني إيه؟ 1 و 3 مثلا. 0 و 1 دي كلها كلوزد باوندد، أي رقمين هنا. طالما هي كونتينوس على كلوزد باوندد انترفال تبقى يونيفورملي كونتينوس عليها. خلاص تمام. دي حته مهمه تبقى هي يونيفورملي كونتينوس. طيب وطبعا العكس احنا قايلين اهو لو هي يونيفورملي كونتينوس هتبقى كونتينوس. طيب تمام. طب لو هي بقى كانت ليبشيتس زي لسه ما قايلين دلوقتي لو هي ليبشيتس تبقى ايه يونيفورملي كونتينوس. واتفقنا مع بعض لو هي يونيفورملي كونتينوس اهي لو هي يونيفورملي كونتينوس مش شرط تبقى ليبشيتس واهو المثال لسه قدامنا اللي اتكلمنا عليه اللي هو ايه جذر اكس على 0 و2 على 0 و3 على 0 اي حته اهي ده مثال لفانكشن ايه يونيفورملي كونتينوس بات نوت ليبشيتس ليبشيتس فانكشن. يبقى ايه الشرط مش رايح جاي. اوكي يا ابطال ده اللي احنا عايزين نخلي بالنا منه ونفهمه بدقه
هي دي كده يبقى السكشن 4.5 سكشن 5.4 ولا ايه يبقى كده احنا خلصناه ويبقى فاضلنا 6.1 ان شاء الله هنعمله في المحاضره الجايه. ارجو ان الامور تكون واضحه بالنسبه لكم، المواضيع ظريفه جدا ولطيفه، واهم حاجه نكون فهمنا المين كونسبت بين الكونتينيوتي واليونيفورم كونتينيوتي. يعني عايز الحته دي تكون واضحه، كونتينوس غير يونيفورم كونتينوس، يعني الحته دي عايزها برضو تكون واضحه قوي قوي قوي. ماشي يا اطفال؟ يعني الكونتينيوتي بتبقى ايه؟ الفانكشن ماشي غير الكونتينوس العاديه، تبقى لكل ايبسلون بيوجد دلتا ماشي يعتمد على الايبسلون وعلى النقطه. خلاص؟ لكن هنا في اليونيفورم كونتينيوتي اليونيفورم كونتينيوتي لكل ايه؟ ايبسلون بيوجد دلتا تعتمد على الايبسلون بس، بحيث ان اي نقطتين اكس 1 واكس 2 بحيث ان اف اوف اكس 1 ناقص اف اوف اكس 2 القيمه دي اقل من ايبسلون ماشي اقل من ايه هذا الفرق اقل من ايبسلون لكل لمين الكلام ده بيحصل مين لكل اكس 1 واكس 2 الفرق بين الاكس 1 والاكس 2 اقل من مين من دلتا يبقى لكل ايبسلون اكبر من الزيرو بيوجد دلتا بتساوي دلتا اوف ايبسلون بس ما تعتمدش على الايه على نقطه ماشي بحيث الفرق بين اي نقطتين اكس 1 واكس 2 يكون الفرق بينهم اقل من دلتا يكون الفرق بين الفانكشنز اقل من الابسلون فهمتوا ده الجوهر اللي انا عايز ايه ناكد عليه ماشي يا ابطال اوكي يبقى كل ما بتحدد ابسلون بيجي تبعا ليها دلتا تعتمد على الابسلون بس لكن كان الكونتينيوتي العاديه ايه انت بتقول انها كونتينوس عند السي كان اف اوف اكس ناقص ماشي ناقص اف اوف سي اهي اقل من ابسلون وكانت لما كل ما تحدد ابسلون بتيجي دلتا بتساوي دلتا اوف ابسلون والنقطه سي اللي انت بتدرس عندها الايه؟ الكونتينيوتي كان الدلتا هنا تعتمد على الابسلون وعلى السي اللي انت بتدرس الكونتينيوتي عندها فهمت الفكره؟ هنا كان الدلتا تعتمد على النقطه على الابسلون وعلى النقطه اللي انت بتدرس عندها الكونتينيوتي هنا ودي خاصيه، الحاجه الثانيه كمان مهمه ان التعريف الكونتينيوتي الاصلي بيتعرف عند النقطه سي عند النقطه سي اللي في الدومين بتاعك خلاص كان ايه عند النقطه سي اللي في ايه اللي الفانكشن معروف عندها خلاص بينما هنا تعريف اليونيفورم كونتينيوتي بيرتبط بالدومين ككل اي نقطتين اكس 1 واكس 2 جوه السيت ايه جوه الايه نفسها شفتوا الفرق واعتماد الدلتا على الابسلون هنا فقط بينما هنا الدلتا بتعتمد على الابسلون والنقطه اللي انت بتدرس عندها الكونتينيوتي اوكي ولخصنا الخصائص اللي احنا قلناها دلوقتي ارجو ان يكون الموضوع واضح ارجو ان يكون الصوره واضحه ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا مع بعض في شابتر 6 وهو 6.1 ارجو ان تكون الصوره واضحه امامكم ارجو تكون امور بسيطه واي حاجه مش واضحه قولوا لي ونديكوا عليها امثله اكسترا في الخاص ابعتوا لي ونشوفها مع بعض ارجو ان تكون الامور بالنسبه لكم ان شاء الله سليمه واموركم تكون تمام وانا ارحب باي استفسار انتوا مش واضح بالنسبه لكم ابعتوا لي على الخاص ونفتح زوم مع بعض لايف ونشوف اللي انتوا عايزينه كله اوكي الله يعطيكم العافيه